للوقوف عند آخر تطورات انتشار فيروس كورونا، تنضم إلينا شبكة مراسلينا من بيروت مراسلنا محمد شبارو، ومن رام الله مراسلنا عميد شحادي، وأيضا من طهران ينضم إلينا مراسلنا ياسر مسعود. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك محمد شبارو. وزارة الصحة اللبنانية توصي بإغلاق البلاد بشكل كامل ما عدا المطار، وذلك لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وزير الصحة أيضا أكد على ضرورة احترام والتشدد الصارم في اتباع الإجراءات الوقائية. الوضع كيف هو؟ وأيضا ما الأسباب التي أدت في لبنان إلى ارتفاع طبعا الإصابات، إصابات فيروس كورونا؟ أحمد، فعليا لبنان يسجل خلال شهر تموز الحالي أكبر نسبة إصابة. خلال هذا الشهر سجل لبنان نحو 2000 إصابة بفيروس كورونا، فيما الأشهر الثلاث الأولى لوصول هذا الفيروس سجل لبنان نحو 1800 حالة فقط. تاليا في شهر واحد سجل أكثر من حصيلة كل الفترة السابقة. هذا الارتفاع الكبير، تقول وزارة الصحة الجهات الحكومية بأن المسؤولية تقع فيها على الناس على عدم الالتزام بالإجراءات، لكن في المقابل بعض الأوساط، بعض الخبراء يلومون الحكومة اللبنانية لعدة اعتبارات. أولها فشل الحكومة إنجاز التعبير والكلام لهؤلاء الخبراء في التعامل مع موضوع فتح المطار. حتى الساعة ثمة ضبابية في كيفية التعامل مع الحالات الوافدة في مدة الحجر في المنازل، في المتابعة، في التنسيق مع البلديات، وفي كل المواضيع التي من الممكن أن تحصر الإصابات. تتجه الحكومة فعليا يوم غد إلى التمديد أو فعليا إجراءات جديدة، منها إغلاق تام للبلاد. هناك بعض الاختلاف بين الوزراء، وزير الصحة وأوساط وزارة الصحة تريد إغلاقا لمدة أسبوعين، بعض الوزراء يقولون أن هذا الإغلاق قد يضر البلاد اقتصاديا في مرحلة تعاني فيها لبنان من أزمة اقتصادية ومعيشية. أرجو أن تبقى معنا محمد شبارو إلى طبعا فلسطين ومراسلنا عميد شحادي. عميد، كيف هو الوضع هناك مع استحالة إغلاق المحال وأيضا كل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة ومع ذلك أرقام كبيرة؟ نعم، في أحدث تصريح للحكومة الفلسطينية هناك انخفاض في أعداد الإصابات. اليوم مثلا سجل 333 إصابة، وهو نصف الرقم الذي كان يسجل خلال الأيام الماضية. هناك انخفاض في نسبة الإصابات، اليوم سجلت حالة وفاة واحدة. الحكومة الفلسطينية التي اجتمعت اليوم لم تأخذ قرار الإغلاق قبل عيد الأضحى بسبب صعوبة الوضع مع التجار والمحلات التجارية، لذلك أرجأوا القرار بالتباحث ليكون هناك قرار مساء هذا اليوم، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق لمدة يوم أو يومين قبل عيد الأضحى. ولكن هناك بشكل عام المعلومات التي أحصتها وزارة الصحة الفلسطينية لغاية الآن هناك تقريبا 13,000 مصاب، 40% منهم شفيوا من الفيروس، 60% ما زالت الحالات نشطة. نسبة الوفاة بين هؤلاء 0.6%، 80 حالة وفاة فقط من هؤلاء. وبالتالي هناك توجه خصوصا قبل عيد الأضحى، ولكن هذه المرة على ما يبدو الأمور أصعب في الحديث مع الغرف التجارية في المدن الفلسطينية، لأن هذا العيد بعد ضياع موسم البيع في العيد السابق احتجت هذه الغرف التجارية أنه من غير الممكن إغلاق المحال التجارية في هذا العيد، ولكن الحكومة متجهة على ما يبدو إلى هذا الإغلاق، لذلك لم يأخذوا القرار اليوم في الجلسة وأجلوه إلى ساعة متأخرة من مساء اليوم. أرجو أن تبقى معنا. نتوجه إلى طهران وياسر مسعود. ياسر، مع التخوفات التي ذكرتها وزارة الصحة، هل هناك من مؤشرات حقيقية في طهران أم فعلا موجة ثانية من فيروس كورونا يضرب طهران وهي بؤرة تؤدي إلى انتشار الفيروس في عموم البلاد كما ذكرت وزارة الصحة؟ أحمد، حتى اللحظة لم يتم الإعلان رسميا من قبل وزارة الصحة الإيرانية من أن هناك موجة الآن تشهدها العاصمة إن كان أو عموم البلاد، ولكن في ذات الوقت يتم التخوف من الأشهر القادمة، وتحديدا بعد نحو شهرين تم الإعلان أنه إمكانية أن تشهد طهران موجة ثانية أشد. فيما يتعلق بالأرقام، أرقام تحدثت عنها لجنة الصحة في بلدية العاصمة تقول أن نحو نصف وفيات اليومين الماضيين وفيات البلاد كانت
في العاصمة طهران، وبالتالي هذا مؤشر خطير على اعتبار أن نحو 30 محافظة هي تشكل النصف الآخر من وفيات البلاد. هذا بالطبع لا يعني أن باقي المحافظات في مأمن من تفشي الفيروس. أيضا وزارة الصحة تشير إلى أن نحو 12 محافظة إيرانية تعد من المناطق الحمر في تصنيف وزارة الصحة باعتبارها أكثر انتشارا لتفشي الفيروس. إذن الشكر لشبكة مراسلين محمد شبارو كنت معنا من بيروت، وعميد شحادي من رام الله، وياسر مسعود كنت معنا من العاصمة طهران.